السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ معلم؟ بخير الحمد لله. بخير. كنت عايز اسال حضرتك سؤالين. سأل. الاول حكم الدبلة. الدبلة كشعار للزواج في الإسلام؟ لم ترد الدبلة كشعار للزواج في الإسلام، كشعار للخطوبة أنها مخطوبة لم يرد ذلك عن رسول الله ولا عن أصحابه، ولم يكن في يد الرسول 9 دبل، دبلة عائشة، دبلة حفصة، دبلة أم سلمة، ما كان، ولا كان في أيدي الصحابيات زوجات الرسول دبلة مكتوب عليها محمد. فدخيل علينا، دخيل علينا. أستلبس زوجتك خاتم، لبسها خاتم، ماشي.